بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله يخرجنا إن شاء الله من طغيان اليهود إلى نور الإسلام يا رب العالمين. نواصل هذا العام إن شاء الله دورة أبواب السعادة. ربي يسعدني وإياكم. وقبل أن ننطلق في أبواب جديدة أذكر بالأبواب القديمة، وبالذات أذكر بما تعلمناه من عقابات. طبعا أنا كل درس أو كل محاضرة أفصلها إلى ثلاثة أبواب: باب تثبيت العقابات، وباب إحياء السنن، وباب التحلي بالقيام. تقريبا كل باب نتعلم فيه أو نتحلى فيه أو نتخلق فيه بأسماء للمولى عز وجل جديدة. وكل باب نذكر بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك الباب بالذات، مثل باب التفاؤل. ما هي الأحاديث التي ذكرت التفاؤل؟ أو باب الاعتبار بتجارب الآخرين. ما هي الأحاديث أو المواقف أو الإشارات أو التلميحات النبوية نستقيها من سيرة الحبيب كي نحييها من جديد؟ ثم الباب الثالث: ما هي الأخلاق النبوية؟ ما هي الأخلاق المحمدية التي يجب أن نحييها ونتعلمها ونتبع فيها قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لنصبح متفائلين أو معتبرين أو عادلين أو منصفين وغير ذلك من الأبواب التي يجب أن نتعلمها. التلخيص سيكون بابا بابا. سأذكر بما تعلمناه من عقائد، وما شاء الله سأذكر في حصة أخرى بما تعلمناه من سنن، ثم أذكر في حصة ثالثة بما تعلمناه من أخلاق. هكذا تبنى شخصية المسلم: إيمان وإسلام وإحسان، عقائد، عبادات ومعاملات وسنن، ثم أخلاق اللي هي ذروة العقيدة وذروة العبادات هي الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الثمرة هي أن أصبح خلوقة وأديبة متبعة لحبيبي صلى الله عليه وسلم. إذا أذكر بالأبواب وكيف مرت وكيف توالت عبر السنة الفارضة. أول باب درسناه أو أول باب طرقناه هو باب التفاؤل. قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني لأكون متفائلة أذكر نفسي بأنني أعبد ربا قديرا. إذا كان قدير ربي أن يقلب الحرب الحالية مصر رغم اختلاف القوى ورغم تكالب العالم بأسره على ثلة مؤمنة، أنا متفائلة أن الله قدير. التفاؤل هو أن تنظر إلى الخالق القادر وليس للمخلوق الضعيف. التفاؤل أن تنظر إلى حكمة المولى عز وجل وليس إلى تدبيرك وتفكيرك وتخيلك. رب سبحانه وتعالى ليس عنده مستحيل، لا يعجزه شيء، قادر أن يعطيك كل ما تحتاج، قادر أن يغطيك من أعلى رأسك لأخمص قدمين. أصلاً هل لنا خالق سوى الله؟ هل لنا رازق سوى الله؟ من الذي صنعنا؟ الله. من الذي يصلحنا؟ احنا لما نشتري آلة يا أخواتي
نفرح لما يعطونا الجارانتي عام، إذا 3 سنين ما شاء الله نقطع مياه، ربي يعطيك الضمان بدون انقطاع، دنيا وآخرة. ملك الملك ومالك الملك جل في العلا. إذن الحل أن تقوي رباطي بالقوي القدير، هو الذي سيصلح فيه كل عظام كل خلل، هو الوحيد القادر على إصلاح كل شيء في ذلك. إذا لما تهتز ولما تبتلى ولما تكسر ولما تأتيك المحن والشدائد، طمئن نفسك وتفائلي خيرا لأنك تعبدين ربا قادرا. ثم تعبدين ربا يختار لك الخيار. ما معنى يختار لي الخيار؟ يعني يختار كل ما يقربني إليه ويبعدني عن المعاصي، مش يختار اللي يعلي لي مقامي الدنيوي ويعطيني أحسن شهرية وأحسن دار وأحسن سيارة، مش هي الخيرة. الخيرة عند الله هي التي تقربك منه وتبعدك عن جهنم وتبعدك عن المعاصي وتبعدك عن غضب المولى عز وجل. كذلك أعبد ربا قال أنا أدافع عن الذين آمنوا. كل حاجاتي أخواتي تخليك متفائلة، ربي قادر ما يعجز حتى شيء، ربي يختار اللي يقربني لي ويبعدني عن المعاصي، وربي ناصري ليس أمر ولا أعتم من الظلم، وليس أروع وأحلى من أن ناصر هو النصير جل في علاه. هذا الباب الأول، هذا ما يجب أن تعيد تثبيته في قلبك وتجديده في قلبك حتى نظرتك الآن للأحداث المريعة والمؤلمة. اعلمي أن الله قدير، اعلمي أن الخير فيما يحدث، واعلمي أن النصر قريب. هذا هو باب التفاؤل، لب ما يجب أن تخرج به. ثانيا الباب الثاني، عيشي اللحظة. نحن الآن في مجلس علم، تحفنا الملائكة، يذكرنا الله في من عنده، تغشانا الرحمة، تتنزل علينا السكينة، لا يشقى جليسنا أبدا، هذه بشائر نبوية. إذا فلنتمتع بهذه اللحظة وننسى البيت وننسى الحرب وننسى كل شيء. عيش اللحظة، هكذا يجب أن نحيا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين. إذا اجعل حياتك كلها لله، صلاتك، نسكك، محياك، مماتك، أكلك، شربك، حركتك، قضيتك بتاع البيت، كل اللي تعمل فيه اللهم اجعله في ميزان حسناتي، اللهم تقبله مني عبادة. اقلب العادة عبادة، اقلب العادة عبادة. دائما نذكر بالمثل، لما تكون مش تطبخ في بيتك سواء لنفسك أو لزوجك أو لأطفالك احتسبها لله، يعني تدخل المطبخ وأنت سعيدة وأنت حامدة شاكرة لله أنه أعطاك شيء تطبخه، أعطاك سقف، أعطاك كانون تطبخ عليه، أعطاك ملعقة، أعطاك سحب، كل شيء تحمد الله عليه، تعمل وأنت فرحانة وأنت سعيدة، تقلب العادة عبادة. وهذه قيس عليها الحركة كيف كيف، عود عزكم الله الذنب وقلقة شيء ما يتغير، عبر الصابون تغسل ولا تغسل، أنت قولش تحب وقعدت في النهاية تمشي تغسل، عم تقول اللي يرضي ربي وأقلب العادة عبادة، تو يعطيك ربي القوة ويعطيك ربي البركة في الوقت في الصحة ويسعى البال ويصلح بالكم إن شاء الله. لما يصلح رب بالنا ما شاء الله. كيفاش نعيش اللحظة؟ أول حاجة عقائديا، تعيش اللحظة وقت اللي تحب ربي وتحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ربي من أجلك نطبخ ومن أجلك نقضي ومن أجلك نتعب، كله من أجله يصبح شهد، يصبح سهل.
يصبح معطر بذكر الله جل في علاه. ولما تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تحب نفسك وأكثر من تحب صارك وأكثر من تحب أولادك، أنا ذاك إيمانك صحيح كامل، واللي إيمانه صحيح وكامل مبشر بالحياة المطمئنة. وإذا حياتك مطمئنة ستسعدي. إذا ربي يجعلنا إن شاء الله داخلين في الآية اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وربي اجعلنا زاد نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. أن ندخل في الآية الكريمة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يا أخواتي، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان. تحيا الحياة الطيبة، الحياة المطمئنة، يلزم إيمانك صحيح. ما يصح إيمانك إلا ما تحب ربي قبل كل الناس وتحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل الناس. أما أني لما تأتي قضية أو موضوع أو مشغلة ننسى ربي سبحانه وتعالى وقول الله غالب، عرس الولد إلى غالب، هو عرس في العمر، هو عرس في العمر، نقرأ الخبر المجنة. إذن فوض ربي مرضات ربي على مرضات الناس، وفوض مرضات النبي صلى الله عليه وسلم على مرضات الناس. أصلا قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة المولى عز وجل طاعة تامة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تحب الحياة الطيبة والحياة السعيدة، الله قبل وبعد كل شيء. الله أكبر تقولها 17 مرة في اليوم أقل شيء. وقدوتي الوحيدة، أسوتي الوحيد هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الثاني بتاع السعادة يا أخواتي. إذا نتفائلنا ونعيش اللحظة اللي احنا فيها، نستمتع بالسعادة اللي احنا فيها، وبعدين نخرج للي بعده واللي بعده، ما ندخلوش الأشياء في بعضها. ساعات إنسان تلقى في عرس يعود يسعد ويستمتع ويسأل ويفرح، إلا يحكي وينوح مع اللي جواره صار لي كان لي زوجة عمل لي بنتي عملت لي. استمتع، عيش اللحظة، عيش روض نفس، عنده حق عليك مش تستمتع، عيش اللحظة. في البحر عيش اللحظة، في ساعة فرهيد عيش، في ساعة المرض عيش، أقرب إلى الله وكثر من الدعاء. وهكذا الإنسان يتعلم يعيش إن شاء الله اللحظات وهو متفائل وسعيد بربه. الباب الثالث قلنا ارحم غيرك. ربي سبحانه وتعالى يقول عن نفسه وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني المؤمن يحيا في رحمة الله وعزيز بعزة الله. هذا هو الإله الذي نعبده، إله قدير، إله سبحان الله لا يعجزه شيء، إله عزيز ورحيم. هذا الرحيم أنا أؤمن أن رحمته وسعت كل شيء، وأنه أرحم الراحمين. وكل سورة نقرأها نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقرأ الرحمن على العرش استوى، استوى بالرحمة ولم يستوي بالنقمة، ورحمتي سبقت غضبي. يعني آيات وأحاديث سواء نبوية أو قدسية كلها تبشرني بأنني أعبد أرحم الراحمين. كيف لا أكون أنا أيضا متحلية ومتخلقة بهذا الاسم العظيم؟ كيف لا أرحم من حولي؟ ربي اجعلنا إن شاء الله من الرحماء. لذلك يا أخواتي لن تجد عالما ربانيا صادقا، ولن تجد وليا صالحا قساة أبدا. يستحيل تلقى ولي قاسي أو يؤذي أو يدعي بالشر، ثلاث نقاط. إذا وجدت في أي شيخ
أو يدعي للشر يستحيل، لأن ربي قال يختص برحمته من يشاء، يعني خصوصية الرحمة. وضحى ربي في قلوب الصالحين، قلوب الصادقين، في قلوب العلماء الربانيين اللي ما عندوش رحمة، واللي قادر أنه يؤذي، واللي قادر أن يدعي بالشر. خلاص أصلاً أنت لما تسمع تشوف وجه قاعد يدعي بالشر، تشوف وجه غير رحيم سبحان الله. تمشي واحد يدعي بالشر ويضحك، ولا يدعي بالشر وهكا مبتسم، ولا لطيف ولا وجهه جميل، بس انت رحمة رحيم. الباب الرابع قلنا اصرف الهموم، تفاءلنا، عشنا اللحظة، وبدأنا نتعلم كيف نتراحم، كيف نتحلى باسم الرحيم. قلنا نصرف الهموم لأنه الإنسان اللي يستجلب الهموم كي يحل، حتى يحل الفيسبوك ولا يحل، تلقاه يقف كان على الأشياء الفضيحة، قتل، إجرام، سمعتوا على بالكم فلانة صار، تلقاها سبحان الله كيك اللقطة اللي تلقط كان المصاب، الله محفظنا. تكونش هكذا يا أختي، أنت مش باش تجمع الهموم ولا تعيش الهموم ولا تتحدث ولا تنشر الهموم، أنت هنا للعبادة. ربي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العقائد؟ ما هي الأسماء الإلهية الربانية التي يجب أن أتحلى بها لكي أصرف الهموم؟ أولا ربي حكيم في ملكه. هل من الحكمة أني أكون مرتاحة ونتفرج على حاجة نولي لبكي ونولي حزينة ونولي قلقة؟ هل من الحكمة أني نمشي الإنسان نعرف أنا كذية، أنا تعبة، إنسان أنا كذية، تعبيني بالهموم ونخرج، تستعملني سدد مهملات، صدر المشاكل بتاعها، وش من الحكمة يعني أحكم ربي سبحانه وتعالى ما يرضاش الحزن، وخاصة للمرأة. وتعرفوا العديد من الآيات اللي ربي ذكرها يخشى على المرأة ويخشى على الإنسان من الحزن، كي لا تحزن، كي تقر عينك ولا تحزن، كي موجودة بكثرة. كيف أصرف الهموم؟ بماذا أحدث نفسي؟ بالمنعم جل في علاه، نعم الله لا تحصى. أشغل نفسي بنعم المولى عز وجل، عدد النعم اللي عطيهم لك ربي. أعطاني ربي كذا، أعطاني سمع، أعطاني بصر، أعطاني 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 أعطاني. ديما ذكر نفسك، ما تذكرش نفسك بالناقص، ذكر نفسك باللي كلمك بين ربي سبحانه وتعالى. ما نفسك ما هديتش ما يسالش، قل غمض عينيك دريش وامشي في الدار وعينيك مسكرة. اعتبر روحك فقدت البصر، تو تستشعر نعمة البصر وحدها تحشمك على روحك. إذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. وأمرنا قال وأما بنعمة ربك فحدث. إذا أذكر نفسي باسمه المنعم الكريم السخي المعطي الوهاب الرزاق، وابحث كم أعطاك، مش شبيه فلانة عندها وأنا ما عنديش، يا خسارة حال، يا خسارة، يا حسرة، كل كلمة لازم تقضي عليها. احمد الله على القليل يأتيك رب بالكثير، ولا تتمنوا ما لا ترزقون، والعين المرشوقة في رزق الآخر غطيها، هديها ورجعها لجادة بالحوار الداخلي البناء، الحوار اللي يتحدث عن الرضا، يتحدث عن الصبر، يتحدث عن رزق المولى عز وجل اللي كرمك به عبر سنين. فلتعبد خير الحاكمين، شو خير الحاكمين؟ الذي يضع الأشياء في مكانها الصحيح. وبين أذكر نعم المولى عز وجل، ونعرف لحكمة ربي عظيمة، ولكن الشدائد كبيرة والمحن كثيرة وما أمر به قاسي جدا. ذكر نفسك أنك في دنيا امتحان ولست في دنيا هناء، أنت في دنيا بلاء ولست في دنيا هناء. إحنا هنا نعدي في امتحان، نهز الدوسي نتوكل على الله، وتصعد الأرواح إلى بارئها
الامتحان يكرم المرء أو يهان. رب اجعلنا من المكرمين إن شاء الله، بالرضا بالصبر بالتفاؤل بصرف الهموم إن شاء الله، بفهم الابتلاء، ونعرف الابتلاء يا خواتي أما يعرفك، اللي أنت متكبرة شيئا ما ربي يحب عنك التواضع، أما يذكرك باللي أنت أذنبت كثيرا يحب يطهرك، أو غفلت مؤمنة وتقية ومشنود نبأ مغافلة قليلة العبادة قليلة التسبيح قليلة قراءة القرآن علم وغير ذلك، فيريد أن يعيدك من الغفلة، ويريد أن يخرج يكنس كل الأغيار من قلبك، يعني كل ما سواه من قلبك، كل الأصنام اللي في قلبك يحب ربي سبحانه وتعالى يطهرك منها، ويحب يرقيك مقامات، ويحب يفتح عليك علم خاص بك إن شاء الله. الباب الخامس يا أخواتي، قلت اعتبر بتجارب الآخرين. المولى عز وجل خطب حبيبه فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك بهذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ربي قص عليه القصص بتاع الأنبياء لسببه باش يثبت فؤاده. باب من أبواب السعادة أيضا أنتي أن تقرأ القصص بتاع الآخرين اللي توفر لديك باش تثبت فؤادك. طبعا قصص الصالحين، قصص الصادقين، قصص المجاهدين، قصص المنفقين في سبيل الله، يعني الناس اللي وفقهم ربي في باب من أبواب السعادة. أنت محتاجة إلى أخذ العبرة والدروس من الذين سبقوا لها، أو حتى المعاصرين لنا. العبرة تثبت الفؤاد، تخليك خبيرة. الله لطيف خبير، يجب أن أتحلى باسمه الخبير. لما أقرأ القصص أصبح خبيرة متمكنة، نفهم الأشياء، نفهم الناس، نفهم الأحداث كيف تمر، أتدارك نفسي في بعض القضايا، ما نمشيش في طريق نعرف غير انزلق فيه وهوى. أعتبر فائدة أن أمشي في طريق معلوم ومعروف ونهايته معروفة. كذلك الله عليم بصير، يجب أن أتحلى بالعلم والبصيرة، أصبح عليمة وبصيرة لما أدرس قصص الآخرين، أكتسب العلم وأكتسب البصيرة. كم من قضايا صارت حوالينا في أسرنا تعلمنا بها وأصبحت عنا خبرة وبصيرة وعلم ودراية. وربي حكيم، لما تتعلم وتأخذ الدروس والعبارة تصبح صاحبة حكمة، صاحبة خبرة، صاحبة تجربة. رب إن شاء الله يجعلنا كذلك، وتصبح أنت أصلاً تصبح تنير على غيرك، تنار الدنيا بيك وبعلمك وباعتبارك بدروس الآخرين، تصبح ينقك ربي إن شاء الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة. وما أفضلش من الإنسان يكون داعي بالحكمة والموعظة الحسنة. الباب السادس يا أخواتي، قلت اجعل لوقتك بركة. ما هي الأسماء التي يجب أن أتحلى بها لأصبح لوقتي بركة؟ اسم الله المقيت واسم الله الرقيب. ربي كل شيء اجعل لي وقت، اجعل لي زمن، اجعل لي مقدار، وأعطاه رتابة معينة. تمش ساعة تسبق ساعة، الوقت يمشي رتيب. العبادات مؤقتة، كل شيء عند ربي سبحان الله منظم مرتب، يعني بديع جل في علاه. أنا أيضا يجب أن أكون مقيتة ورتيبة، يعني متحلية بهذه الأسماء. أنا لما أقول يصبح وقتك فيه بركة يا أخواتي، مش يعني الساعة باش تولي تكون 60 دقيقة عندك أنت باش تولي 120، أبدا. لكن 60 دقيقة عندك أنت تكفي وتوفي باش تعمل المطلوب في بيتك أو في عملك، قل ما شاء الله ربي بارك لي في الوقت. لكن غيرك هيك الساعة تمشي هباء منثورا، مشيها في تليفون، يمشيها في صور محرمة، يمشيها بأشياء تعود عليه بالوباء. لما نقول
ثم ناس سبحان الله عطيهم ربي بركة وأوقات منظمة وحياتهم منظمة، ثم ناس مساكنين جرار كجري وحوشي في البرية، لا بركة ولا راحة ولا صلاح بال ولا هدوء ولا سلام داخلي. الله أيضا رقيب يا أخواتي، باش يصبح عندي بركة في وقتي لازم نستشعر رقابة المولى عز وجل. ما تنساش لحظة وانت داخل مطبخك والعروقة والرواح وأنا ربي قاعد يسجل، قاعد يراقب، قاعد يدور، بذرت، نمت، اغتبت، أسأت الظني، وانت داخل حياتك اليومية رقيب عليك جل في وجهه. ربي قال له أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الإيمان من جملة دعائم أن تتحلى بأسمائه الحسنى، وفي هذا الباب ويؤكد على التحلي باسمه المقيت وباسمه الرقيب وباسمه الرتيب إن شاء الله. يا أخواتي هي أسماء، سامحوني مش الرتيب يعني المقدرتي، اسمه المقيت واسمه الرقيب تجلت في قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. طبعا والله رقيب على كل الناس. الباب السابع تحدثت عن بر الآباء والإحسان للجار، ما هي العقائد التي تعلمناها كي نصبح من أهل البر للوالدين، وكي نحسن للجار حتى يكتمل الإيمان ويصح الإيمان فينا. اللي يسيء للجار إيمانه على المحك، واللي ما يبرش الوالدين إيمانه في الهاوية. قال تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يجب أن نتحلى باسمه البر، البر هو البار جل في علاه الذي يعطي كما يعطي للعاصي يعطي للطاعة. ربي ما حرمش العاصي، يعصي ويكفره ويوكل ويشرفه. كذلك أنت وأنا لازم يكون بار بالوالدين سواء كانوا طائعين ولا عاصيين، سواء كانوا سهلين ولا صعب. إذا تحليت باسمه البر، البر لا يحرم العاصي، البر ما يحبش حتى في عبده العاصي، البر رحيم بجميع خلقه ويحبك رحيمة مش بالخلق حتى بالحيوان. فلا بد أن نكون إن شاء الله بارين بوالدينا على ما هم عليه، سواء كان شخصية سهلة أو شخصية صعبة. الوالد هو الوالد، وبر الوالدين فرض علينا حتم لازم، والله يوفق الجميع في ذلك. إذا نتحلى باسمه البر كي نحيا البركة، نتحلى باسمه المقيت وباسمه الرقيب. كي نبر بآبائنا يجب أن نتحلى باسمه البر. كي لا نؤذي للجار يجب أن نتحلى باسمه الكريم. اقرأ وربك الأكرم، ما رضاش أن يكون كريم بل أكرم الأكرمي. قال صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قارن إكرام الجار بالإيمان بالله واليوم الآخر. الجار يا أخواتي هو من جاورك في مكان ما في زمان ما. حتى أنت مسافرة بالحافلة، مسافرة بالسيارة، مسافرة بالطيارة، اللي بجوارك هو جار وعليه واجبات وله حقوق. كل من جاورك في هذه الدنيا للحظات أو لسنوات وجب عليك الإحسان له. ربي كريم، ما معنى كريم؟ يعني يكثر العطاء في كل الخلق. وربي محسن، ربي قال لك وأحسن كما أحسن الله إليك، إذن هو محسن.
لازم تكون كريمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إذا الكريم منا هو الذي يعطي ولا ينتظر لا جزاء ولا شكورا. معناها يزمك تكون معطاء كريمة، مش بشي رجعوا لك، لا، لأنك مؤمنة ومتحلية باسمه الكريم. ويلزمك تكون محسنة، لأنه ربي محسن وقال لك أحسن كما أحسنت إليك أنا الله جل في علاه. لأنه إذا ما تحسنش يا أختي رب تخسر إيمانك، إذا ما تحسنش لجارك تخسر إيمانك. جارك قد يكون رحم، وقد يكون صديق، وقد يكون بعيد، وقد يكون مسلم، وقد يكون كافر. كل من جاورك مطلقا في مكان ما، طبعا المكان له زمان، سواء كان دقائق أو لحظات أو أكثر، وجب عليه إكرامه والإحسان إليه. تتحلى باسمه الكريم وباسمه المحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن إلى جارك تكون مؤمنا. إذا كان تسيء إلى جارك لن تكون مؤمنا. بسيطة. الباب التاسع، قلنا تعاونوا على البر. ما هي الأسماء التي تحلينا بها لكي نكون متعاونين على فعل الخير، مش متضامنين على فعل الشر والعياذ بالله؟ أولا لازمك تكون صادق، تتحلى باسمه الصادق وباسمه الخبير. قال الله تعالى وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والصادق يا أخواتي هو لكل الحقيقة كما هي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الصادق يقول الحقيقة، الصادق صادق في كلمته، في لفظه، في حركته، في وعده، مثل المولى عز وجل. ومن أصدق من الله حديثا، لا يجوز أن تتكلم كلام ماهوش صدق. والله صادق القول، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. والله صادق الكلمة، قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والله صادق الوعد ولقد صدقكم الله وعده. معناها أنا وأنتي لازمنا نتحلاو باسمه الصادق، منجموش نتعاونوا على البر وإحنا كذابين والعياذ بالله. ساعات ناس تجتمع باش يعملوا عمل خير، أنا معاكم الله يبارك نصيبي إن شاء الله ندفعك. وبعد أين أنت من الصدق؟ ربي يحبك صادقة الحديث، صادقة الكلمة، صادقة القول، وصادقة الوعد. أصلا لما وعدت باش تشارك خلفت الوعد، هذه خصلة من خصال النفاق تخرج من الملة. تكلمت ومن أصدق من الله حديثا، أين التحلي باسمه الصادق؟ أين في حديثك الصدق؟ قلت كلمة، أين في حديثك القول الصادق؟ أين في حديثك الصدق؟ رغم أصلا الصدق، إذا ضاع الصدق ضاع الطريق. أصلاً الطريق أدب وصدق. إذا ما تمش صدق خرجت من الطريق تماماً، طريق الإحسان. ربي قال وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليماً. بل أمرنا أن نكون مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. الصادق يا أخواتي هو اللي ينال الهداية وينال الثبات على الإيمان، ويدعم ربي سبحانه وتعالى يثبت أعماله الخيرة كلها. أما أنا معاكم اللقلق والتصحيح توعد وتخالف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك قلت لكي أكون بارة وأتعاون على البر يجب أن أتحلى باسمه الخبير.
تبعنا اسمي الخبير، يعني عندي بصيرة، اعتبرت من تجارب الآخرين، كونت عندي خبرة وتجربة وحكمة. ربي سبحانه وتعالى خبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربي سبحانه وتعالى قال إن الله خبير بما يصنعون، قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، قال ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. كل واحدة فينا تحاول أن تكون قريبة من الله حتى يعطيها المولى ذاك النور الذي ترى به الأشياء على حقيقتها، تصبح تمشي على مصيرة مثل الحبيب صلى الله عليه وسلم. يجب أن أكون خبيرة مش بخفايا النفوس اللي أمامي، لا، خبيرة بخفايا نفسي، خبيرة بعيوبي، خبيرة بذنوبي، خبيرة بأخطائي وزلاتي. أسلط مجهري على خفايا نفسي، على النوايا الغير واضحة أو غير سليمة في داخلي. لا أفتش في خفايا الآخرين، بل أفتش في خفايا نفسي لأصلح نفسي. ماذا أربح لو فتشت في خفايا الناس؟ خسرت نفسي، ماذا أربح؟ الباب العاشر يا أخواتي الذي درسناه هو لا تحسدوا. نعرف لكل مؤمن عنده نصيب من الحسد ونصيب من الغيرة ونصيب من سوء الظن. كيف نسلم من هؤلاء جميعا؟ ألا نظلم، لا نحقق ولا نسيء الظن. لكي أتخلص من هذه الآفة سميت داء الأمم، النبي صلى الله عليه وسلم سماها بداء الأمم، إياكم والحالقة، لقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم. ما هي؟ الحسد. عشان نتخلص من هذا المرض المزمن والعياذ بالله، يلزم نكون حكيمة، يلزم نرضى بقسمة المولى عز وجل. مش ربي غافل وما يعرفش اش يعطي لهذا، يعني لما أشق عيني في رزق الآخر أو ما أعطاه الله للآخر، وأنا نعرف اللي ربي حكيم، أعطى ذاك المال لفلان، يعرف أن ذاك الذي يصلح به، وأخفى المال وابتلى غيره بالفقر كأنه يعلم أن الفقر هو الذي يصلح به. بما أنني أعبد أحكام الحاكمين، يجب أن أرضى بأحكام الحاكمين، وأنا أيضا أكون حكيمة وأرضى بقسمة المولى عز وجل. لا أعترض على الله في قسمته وفي حكمته أبدا. الباب الموالي، قلت اجعل بينك وبين الله وديعة. الله المعين والله المستعان، نتحلى باسمه المعين، فهو يعيننا إن شاء الله على المضي قدما في طريق الخير وطريق الأنفاق وطريق العطاء، وأن نجعل خبيئة بيننا وبينه لا يعلمها إلا هو، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مهما تعاون أخوك المؤمن ويشغلك على بيتك وعلى مشاغلك، تقول والله فلان ضيع لي وقتي، ما ضيع لكش، لو تقلبها عبادة أراه ربحك مقامات عالية، أراه خلى ربي في خدمتك. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. النقطة الموالية 12، قلت ابتسم وقل طيبا. ربي سبحانه وتعالى يا أخواتي، لما صحابية جليلة تحاورت مع زوجها وتألمت من سوء نيته، يعني نوى أن يطلقها لأنها كبرت في العمر وغير ذلك، فتحاورت معه، فربي سبحانه وتعالى يقول: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كيف لا نبتسم ولا نقول الطيب والله يسمع النفس، صوت نفسك طالع هابط ويعلم كل صغيرة وكبيرة، ما تسقط من ورقة، ما ثماش ذرة على وجه الأرض،
ما تمش كلمة، ما تمش لمحة، ما تمش إشارة إلا وهي عند الله مدونة. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا أنا أعبد رب سميع بصير عليم، ما يخفاه حد شيء، يعلم كل ما بداخلي وكل معاناتي وكل ما أعيش وكل ما أحيا وكل ما أظلم فيه وكل كل كل شيء ربي سبحانه وتعالى عليم به. كيف لا أبتسم وكيف لا أرضى وكيف لا أقول إلا طيبة؟ تعلمنا في هذا الباب أن نقول الخير والخير فقط ونحن إن شاء الله مبتسمين. الباب الموالي قلت اقلب المحنة منحة. احنا ديما نظن أن الأشياء تمشي بينا بعقلنا بتفكيرنا، أنا عملت الخاطر صار فلانة، صار الخاطر أنا قلت لها وأنا عملت. انسى أنا، أرى ما ثم كان ربي سبحانه وتعالى هو اللي يسير الأمور وهو اللي قدر الأشياء، وكل ما أصابك من محنة أو مظلمة أو شدة راهي لا بسبب فلان ولا بسبب علان، راه المبتلي الوحيد هو الله، والابتلاء نعمة وليس نقمة، والابتلاء رفعة وليس مهانة، الابتلاء لرفع المكانة وليس المهانة. قلنا الابتلاء للمتكبر يعلم التواضع، إذا يرفع لك مكانتك تكون متكبرة ومتواضعة. الابتلاء للمذنب رفعة لأن تحد الخطايا وترفع الدرجات. الابتلاء لصاحب العيوب، نفس اللي فيها عيوب رفعة، لأنه باش يخرج منك الأغيار، باش يخرج منك الغفلة، باش يقربك إليه. الابتلاء لنفس مزكاة ترقية، باش يعليك من درجة إلى درجة. الابتلاء لصاحب النفس الكاملة هي درجات في العلم والمعرفة، تصبح أنت دال على الله وتعرف الناس بدينهم وبربهم وبنبيهم. إذا أعلم أن الله هو المبتلي، أن الله هو الهادي، وأن الله لا يريد ابتلائك إلا الرفعة والمكانة. واعلم أن المحن سنة الله في الحياة، وكل محنة وراها منحة. فاقلب المحنة منحة، مباشرة أنا نعلم أنه جاي خير وراء الابتلاء وراء المحنة وراء الشدائد، فاقلب المحنة منحة وانظر لثمرات المحنة واستبشري خيرا بعطاء المولى عز وجل. أذكر بالابتلاء وبأقسام الابتلاء إن شاء الله تكون في أوقات أوسع. الباب الرابع الذي طرقناه قلنا اعقلها وتوكل. الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، إذا أنا متوكل على العليم، لست متوكلة على عقلي ولا على ما ملكت من مال. ولا في بعض الأحيان الإنسان مش يعمل عمل ولا مش يبني بنية ولا صعيب عليك ومستحيل، وحسبها يستحيل راي بتقابلكش. المتوكل يتوكل على الله ويعرف أن الأشياء ستصير به وليس بنفسه، لا بماله ولا بصحته ولا بلا تفكيره ولا بعقله ولا بالحيل ولا بالأكتاف ولا بالرشاوي، ستكون به جل في علاه. إذن سنتحلى بالتوكل، أو سنوحي هذه الخصلة العظيمة التوكل واليقين في الله عز وجل. التوكل يسبق النية واليقين بعد أن أنطلق في العمل، يعني بل من نعمل العمل ننوي نتوكل على الله وعندي يقين أنه سأنجح أو سأنتصر أو سينتصر الله لي. هذا هو ما معنى أعقلها وتوكل. لا يوجد تدبير أحسن من تدبير المولى عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله كاف عبده، والله خير حافظ، والله خير حافظا،
وهو أرحم الراحمين. أعظم حديث إلى خصلك حال المتوكل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استودع الله شيئاً حفظه، إذا استودع الله شيئاً حفظه. معناها لما تعجز وكل الأسباب عندك صعبة، كل الظروف صعبة، يا ربي أستودعك أولادي، يا ربي أستودعك صحتي، يا ربي أستودعك بيتي، أستودعك كذا كذا كذا. هذا قمة التوكل وقمة اليقين والثقة في المولى عز وجل. طبعا الثقة هي أقل من اليقين، كما قلت الثقة يعني ثقة 90%، أما اليقين 200% أن الله سيستجيب، سينصر، سيرفع الظلم، سييسر الصعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا، فاجعل اللهم لنا كل صعب سهلا. الباب الخامس عشر هو اعمل بالستر. الله ستير والله حري، وأنا يجب أن أكون حرية وستيرة، أستر نفسي وأستر الآخرين، لأنه ستير، لأنه عفو، لأنه غفور، لأنه رحيم، لأنه حليم. لا يستعجل جل في علاه سبحانه وتعالى يمهل من حلمه ورحمته. الباب السادس عشر قلنا: أحسن الظن بالله وبعباد الله. ربي قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن الله عزيز، رسولنا عزيز، وكل مؤمن على وجه الأرض عزيز، فلا يجوز أن نسيء الظن بعزيز أبدا، لا الله ولا رسوله ولا أي مؤمن. لكن نحن للأسف نسيء الظن كثيرا ببعضنا البعض. الله طهرنا من سوء الظن، طهرنا من الحسد، وربي طهرنا أيضا من سوء يعني عدم التفاؤل، من التطير. هذه كانت أشياء أخواتي، اللي يحب يسعد يزول يتخلص منها، سوء الظن، الحسد، والتطير، عكس التفاؤل. خليك ديما متفائل، لما تشوف الآن الدماء تراق شيء فظيع، ميزمش تخسر تفاؤلك، ثقتك بالمولى عز وجل، ويقينك أن النصر آت، وأن الله قدير، وأن الله غير غافل عما يعمل الظالمون. الباب السابع عشر هو إزاد فيما عند الناس. التعفف، إياك ولا تطمع فيما ما هو في أيدي الناس. إياك الطمع فيما عند الناس يكره الناس فيك. هكا جبل رب سبحانه وتعالى قد ما تطلب منه يحبك. العباد عكس ذلك. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. رب اجعلنا ان شاء الله من الزاهدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا من احب. الله يرزقكم واياكم الايمان. تحلينا باسمه المقصد، وتحلينا باسمه العدل، لكي نصبح إن شاء الله زاهدين في الدنيا. المقصد يا أخواتي هو الذي يعطي لكل ذي حق حقه، يعني يعترف بحق الآخر بل ما يأخذ حقه، يطمئن على حق الآخر بل ما يأخذ حقه. هذا هو المؤمن. إحنا تو حقي حقي، وإذا نجم نطرح حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يتأخر. لا، المؤمن يجب أن يكون مقصداً. ربي سبحانه وتعالى مبسط، وأنت يجب تكون مبسطة، تعطي حق الآخر قبل حقك. ربي سبحانه وتعالى مبسط مع الظالم والمظلوم، ينتصر للمظلوم ويعطيه حقه، كذلك الظالم ما يقصوش حقه ولو كان ضئيلا. الله عدل، العدل يا أخواتي، عدل ربي طبعا مش كعدل البشر، لكن أنا يجب أن يكون عادلة. ما معنى عادلة؟ صغيراتي عادلة، عامل الناس كل سواسية، في مناسباتي عادلة مع الأهل ومع الأحباب،
كما نستدعي هذا كما نستدعي هذا كما نستدعي هذا، ما نفوضش واحد على واحد. عندي مناسبة نبتسم في وجوه الجميع ونقف شوية شوية مع الجميع ونفرح بنفس الطريقة مع الجميع. أنا مطالبة أن أكون مقسطة وعادلة. الباب الثامن عشر قلت اتق الغضب وارحم الغضوب. الغضب يا أخواتي هي كتلة هوجاء، والعياذ بالله ما تنفع في شيء. لما نتعامل مع المشاكل ومع المواقف ومع الأحداث، احذر الغضب، راهو يهدم كل خير بداخلك ويحرق كل شر بداخلك. الغضب بيخليك سبحان الله تسيء حتى ولو في رفع الصوت أو في كلمة أو في إشارة، أو يخليك ما شاء الله تهبطك ما شاء الله الحلال من المعهودة المعروفة اللي ما شاء الله تهبطك إلى مستوى قدر والعياذ بالله. كل من يخطب لا بد يخطب، فيلزمنا نفترق نهائيا ونقطع مع الغضب. ربي قدرنا إن شاء الله. هنا يجب أن نتحلى باسمين عظيمين من أسماء الله، وهي الرحيم والحليم. الرحيم يرحم اللي أمامه، لما يغضب يكون مش قيمة للتقيمة. والحليم ما يستعجلش، مش في سعيد الحليم هي خصلة عظيمة راقية يحبها ربي سبحانه وتعالى، وهي قليلة نفيسة جدا وقليلة الوجود. ربي إن شاء الله يكرمنا بها يا رب العالمين. أحد الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحياء والحلم. يعني ربي يكرمنا بهذه الخصال إن شاء الله. ربي حلينا باسم الحليم باسم الرحيم. الباب التاسع عشر قلنا اتق الظلم وانتصر للحق. إياك وأن تنتصر لنفسك، إياك وأن تنتصر لعشيرتك، إياك وأن تنتصر يعني للأسرة أو للأطفال أو للزوج أو للوالدين. النصر للحق والحق فقط، ندور مع الحق أينما دار. احذر إن بطش ربك لشديد. لازم تكون حكم عدل. أفغير الله أبتغي حكما؟ الحكم هو القاضي الذي لا يجور ولا يظلم أبدا. والعدل هو اللي يوزن بالميزان، الذي كفت من لهذا ولا إلى ذلك. إذا جاء زوز أمامه يحكم بالعدل، يفسخ نفسه، ما يتحملش، يكون موضوعي ويحكم إن شاء الله بما يرضي الله جل في علاه. يحكم بالقسط، يعطي لكل ذي حق حقه. يحكم بالإنصاف، يعني يعطي الحق من نفسه قبل ما ياخذ الحق من الآخرين. لكن الناس الآن أصبحت تستسهل الظلم وتستسهل والعياذ بالله العصبية، وكل عصبية مهلكة. حين سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم. نعرف قومي أو أهلي ظالمين ونجي معاهم خبر أهلي، أما خير لي أنا أهلي ولا براني. هذه يا أخواتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم عصبية، وكل عصبية تحت قدم الحبيب، وكل عصبية مسيرها النار والعياذ بالله. الباب العشرين قلت لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. كثرة السؤال وكثرة التحسس وكثرة التجسس وتتبع أخبار الناس ومراقبة الناس وقراءة نوايا الناس كلها مهلكة، تخليكش سعيدة، تخليك تسيء الظن، تخليك تغضب، تخليك تحسد، تخليك تظلم، تخليك تنحدر إلى مستويات منحطة. ارحم نفسك يا أختي بكثرة الأسئلة اللي مش تعبك والتعب اللي حولك، ما تصعبش دنياك على غيرك وعلى نفسك، ما تنقبش في خفايا الناس، أحسن الظن بالناس، وخلي المخاليق للخالق هو أحكم الحاكمين، لا يظلم حد، وراه ما يحبش في عباده الكل كيف ما الأمة تحبش في صغارها الكل الطائعة والعاصي، راه ربي أكثر ما يحبش في عباده الكل
لا تكثر تدخل ولا تكثر أسئلة، ورب إن شاء الله يكرمنا إن شاء الله بهذا الإيمان الخالص. أنا الأواني أحوالي أن نصبح إن شاء الله متفائلين متراحلين. رب اجعلني وياكم من أصحاب المرحمة. قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذه زبدة الدورة عقائديا، هذه هي الأسماء الحسنى العظيمة المباركة التي تعلمناها، إن شاء الله نسعى كي نتحلى بها، خاصة اسم الرحيم واسم الحليم واسمه المقصد، حتى إن شاء الله ندخل في زمرة أصحاب المرحمة وأصحاب الصبر. أنا الأوان يا أخواتي أن نرتدي لباس الصبر لندخل إن شاء الله في زمرة الصالحين الذين قال عنهم ربهم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. شوفوا أخواتي، رب يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مش جازي الذين صبروا، للذين بدلوا، للذين عبدوا، الذين صبروا. وقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال أيضا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال أيضا: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال أيضا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. أنا الأوان أن نصبح من أهل الصبر ومن أهل المرحمة ومن أهل الحلم. أنا الأوان. شوفوا يا أخواتي، أهل غزة ما أصابهم من محن ومن شدائد عظيمة، أغلبهم لا تسمع إلا الحمد لله على كل حال. هذا ما أراد ربهم، الحمد لله على كل حال. كلمة الحمد لله جعلت الآن عشرات بل مئات بل آلاف من الناس يتساءلون ويدرسون القرآن ويدرسون الإسلام ليفهموا إلى أي دين ينتمون، وما هذا الثبات الإيماني الذي يجعله دماؤهم تسيل وأطفالهم على أكفهم وهم يقولون الحمد لله. هذه سمعتها من أكثر من أمريكي يعني مباشرة يتكلم كيف ابنها مكتوب بين يديها وهي تقول الحمد لله. إلى أي دين ينتمون؟ وهكذا سيدخل هذا الدين كل حجر ومدر بعز عزيز أو بذل ذليل. سينتصر هذا الدين سواء بنا أو بسوانا، سواء كنا أحياء أو أمواتا. العاقبة للمتقين والنصر لله رب العالمين. أختم بالقصة فيها صبر أم فقدت ابنها عمر 4 أشهر، لكن الله أعاده إليها بقدرته. القصة هذه يرواها شيخ مدة شهرين فقط رواها، لأنه وقت اللي رواها قال القصة عندها 10 أيام لتحدد المشكلة، لكن بدأت القصة منذ 40 سنة، سنة 1979 في اليمن. ذهبت بعثة أمريكية إلى اليمن متكونة من 4 رجال وامرأتين، رجل مع زوجته، الستة يعني أشخاص، أما رجل وزوجته ينقبون عن الآثار، سافروا بشكل يعني قانوني، اتفاق بين الدولتين أنه جاي بعثة أمريكية باش تبحث عن الآثار في اليمن، في مكان كذا في اليمن فيها آثار ما شاء الله. البعثة انطلقت وبدأوا يبحثوا وتعرفوا على ناس في القرية، من جملتهم السيدة ناصر زوج هذه الأم، عنده ابن مولود له 4 أشهر، وشاف أنه الأمريكي هذا بالذات هو وزوجته منعزلين شيئا ما على المجموعة، وفيهم
الزوجة فيها طيبة واستدعاها البيت وضيفه في يعني من حين إلى آخر ضيفه وكرمه. زوجة الأمريكي تعلقت باليمني، اليمني هنا اسمه جابر، الأب اسمه ناصر، تعلقت به إلى درجة ما عادش تمشي للعمل. اليمني لما رأى تعلق الأمريكان بابنه وقربهم فقال له أنا والله ثم صعوبة في الحياة، لو دبر لي سفرة نعمل في أمريكا ونحسن حالي إن شاء الله. قال له إن شاء الله طيب. بعد فترة قال له بإذن الله تعالى يعني أديت المطلوب وتسافر إن شاء الله لأمريكا بشرط تسافر كان أنت وابنك فقط برتك لها، بدعوة أنه تكون هيك هي الحالة يعني ربي سبحانه وتعالى ييسر إن شاء الله ويصرفوا عليه ويعملوا له يعني كذا كذا. وجه المصيبة يا خواتي، سافر ولا في قمة الآية ولا هو عندهم، يعني يسكن في بيت في غرفة في منزل أمريكي هذا، شد شغل فعلا بر الشغل وخدم. بعد فترة تشدوا الشرطة، أنت كيفاش دخلت وشني صيفتك وأنت مهاجر لازم نسافرك. العصي الأمريكي هو اللي خبر عليه وفقدته وما عنده شيء، عنده حتى إثبات. سافروا وعاش هذاك الأمريكي، عاش السي جابر عند الأسرة الأمريكية. الأسرة هذه الأمريكية تكره العرب، تكره المسلمين، ربوها على ملتهم وربوها على كراهية العرب وما يعرفش نفسه اللي هو عربي ومسلم ويمني. أكبر خدم، حب امرأة، قدم باش يتزوج بيها، قبلوا. لما سألوها قالوا لها شني أصولك؟ تطلع أصولها لبنانية. ها أصولها لبنانية يعني عربية؟ لا. صار الخلاف بين وبين ولديه يعني بالتبني، أصر أنه يتزوجها وفارقهم. الأم الأمريكية تحبه حب شديد وحنين عليه المهم فارقهم، تزوج اللبنانية، جاب ثلاث صغيرات ولا الاتصال بوه يعني قليل وأمه أكثر يشوفها ما يعرفش في العام هكذا. بعد مدة يجي خبر هاتف أمك في حالة خطيرة، التحق بها ناحية إنسانية في المكان الفلاني في المستشفى الفلاني. لما جاها قالت له يودي أنا باش نبوح لكم سر قبل ما نموت، أراك أنت مكشوتي وراي ذيك مش مهم، راك انت يمني، اسمك جابر ناصر حميد من صنعاء من العاصمة، وهذه تصويرة تاع انت وبوك هيك العهد يعني بيضا وكحل، هذا كل ما املك. ورجع طبعا حزين حكى لزوجته، وزوجته قالت له مش عندك فيه ماشي مكلة في هذا لا في هذا، انت عندك اسرة عندك صغار شو عندك فيه. بعد ثلاثة أيام على ما أظن جاء خبر وفاة الولادة، مش يعني لتبناته مشى قام بالواجب. البولي تبناه شكابي باللي هو دخل باللي هو يمني واللي هو دخل وما عندوش أوراق قانونية وما عنده حد شيء، وولى في حالة قانونية خطيرة جدا. علاش مش ميولدش؟ ولا مفتش عنه، ولا منتحل شخصية أمريكية، ولا قضية خطيرة قانونية. المحامي قال له شوف يا ولدي قضية خطيرة وراك ما تنجمش تخرج منها، ننصحك تو المطارات مفتوحة تمشي أرجع لبيتك. كي رجع لزوجته يلقاها تقبض عليه وش كاتبه زاد مرقول ومسيت باش تحب الطلق وتاخذ الاولاد وعرفته مش يورث حد شيء باش يرجع لاصله واصله يمني كيف كيف.
الكيانة بتشوفه لما تتكيانة من الناس. ورب يحب يخرجك يخرجك، يحب ينصرك ينصرك، يحب يرفع عنك الظلم والمحنة، يرفع بقوله يكون فيكون. مشان المطار قال ما يحب تذكر اليمن، قالوا عندنا يا اليمن ولا لبنان، قال ما عندنا كان ألمانيا في المكان الفلاني. مشان ألمانيا وصل بعد 9 تعليل، حب ياكل، دخل المطعم، المطعم سكر، يلقى مطعم قاعد مولاه ينظف، يطلع فلسطيني، استقبلوه حلو مشكلته،